دكتور عطا، نعرفوا أن لاغريس الجسم يعني يقدر يكتسبها كيف ما كيقدر أنه يفقدها إلى ضعف. واش من بعد لا شيرجي مثلا إلى شي واحد اللي ضعف، واش هذيك لاغريس اللي تم الحقن ديالها واش غادي تبقى ولا غادي تهيا؟ غزالة نزيد عليا هاد الأسئلة، سؤال مهم جدا، لأنه بزاف ديال الناس كيسولوني فعلا. خاصنا نعرفوا شنو هي هاد الخلايا الدهنية. الخلايا الدهنية هي عبارة عن بالونات في الجسم. يعني علاش حنا كنغلاضوا كنزادوا؟ ماشي كنغلاضوا حيت الخلايا كتكاثر، لا، العدد اللي عندي ما عندي مليار ديال الخليه هي نفسها غتبقى. كيفاش كنغلاض؟ الوظيفه ديال الخليه الدهنيه هي انها كتجمع، فاش كيكون عندي فائض كتخزن دوك الدهون. شديتي شحمه وعصرتيها غادي تنزل لك منها زيت بحال دي بوشيت، فهو ان بالون اللي كيخزن ليا. هذا البالون يقدر يكون قد هكا الحجم ديالو، يقدر يكون قد هكا الحجم ديالو. فانا فاش كنغلاض نكون قد هكا، ولا ضعافيت كنكون قد هكا. فاش كنزرعوا الدهون كدوز بواحد المرحله اللي خاصها مثلا الناس بزاف كيقولوا لي انا 3 شهور ما بقى عندي حتى شي حاجه، درت واحد العمليه فهذا ولكن 3 شهور ما بقى مشى ليا بزاف. نو، كنقول للناس دائما تسناو 6 شهور، لان مع عمليه زرع الدهون او حقن الدهون حنا كنهضروا دائما كناكد عليها زرع، ما كنعمرش كنزرع. فلي انا زرعت مطيشه دابا خصني نتسنى واحد الوقت باش ناخذها، كنتسنى نصبر عليها. العمليه ديال الاكاع هي عمليه كتحط، كاين واحد التورم، كاين واحد الانتفاخ، زائد دوك السوائل حنا ديال البنج كيكون نعنا، فكيكون لو فوليوم كبير. داكوغ، كندوزو مرحلة ديال الشهر هذيك السوائل كلها كتنزل. هاد الخلية كيفاش كتعيش؟ كتسرق باغ امبيبيسيون تنقولو، تتسرق الدم اللي داير عليها باش تتغدى. ولكن خصها يكون عندها تشد ودير الجدرة ديالها. إلا شديتي الشجرة ديما تنشرح، أنا كنبغي نبسط للناس ديالي، فاش كنزرع شجرة ولا نبتة فاش غنديرها باش دير الجدر ديالها، غطيح الورق ديالها، غتلقى خوات حتى دير الجدر وعاد غتطلع الورق ديالها. سي لا ميم شوز بالنسبه لاغريس. لاغريس كتوقف لا فونكسيون ديالها، ما كتبقاش تخدم، اللي هي كتخزن الزيت مده ديال 3 شهور، حيت هي لا فاسكولاريزاسيون دو لا سيلول غريس، هي فين كدير العرق ديالها. فغتلقايها تكمشات عشرات راسها، ما بقاتش هزه الزيت باش تقدر تعيش. شي واحد اذا ضعف الصحراء وعنده قرعه الماء تيتكيس على ديك قرعه الماء غياخذ فيها، فهي خاصها تعيش. فهي كتعصر باش ما يكونش كي بيزوان انرجيتيك ديالها كثر، حتى كتفوت مده ديال 3 شهور. فاش كتمد المده ديال 3 شهور هنا فين كان ناخذ الماتيشه اللي زرعت. فمن 3 شهور حتى 6 شهور كتبدا تخزن الزيوت، وهنا فين كيبان ليا هذا. داكشي علاش نقول لهم الا بغينا اون غوتوش كنهضروا على 6 شهور، عاد كنشوفوا واش الخليه عاشت ولا ما عاشتش، وبطبيعه الحال باش تعيش كاين واحد الشروط اللي خصنا حنا تقدر الخليه ما تعيش، تقدر بطبيعه الحال الا التقنيه ما دارتش مزيان ما غاديش تعيش. لان مثلا التقنيه ما بغيناش ندخلوا بزاف في التفاصيل ديال التقنيه، التقنيه خصها تكون مزيانه. خصني اول حاجه لكل منطقه خصني نختار الدهون اللي مزيانه، الدهون اللي خصها تعيش. مثلا الا بغيت انا تحت العين ما يمكنليش نحط دهون من البطن، خصني خليه صغيره، انا منطقه صغيره. الا عندي منطقه كثيره ما غنجيش الدهون كلها واللوحه مره واحده، خصني نشتتها لانها خصها تعيش. الا شديت مثلا بغينا نزرعوا فاش كنلوحوا مثلا البذور، راه ما كنشدوهمش نلوحوهم هكا، كنشتوهم خصها تشتت باش تاخذ شويه الدم من هنا وهنا، بهكا باش كتعيش لينا. اذا التقنيه الطبيب اللي والجراح اللي كيكون بهذه العمليه خصو يكون عارف شنو هي الشروط ديال هذا. نصفي الدم، نصفي الخليه ما امكن من انجكتيش كاع داكشي يطلع ليا عروق والدم وهذا، ونبقى نعمر ويبان لي كنشوف صور انا على الانترنت افون ابري وتيبان لك داكشي زوين. نو، وريني صوره من بعد سنه او من بعد 6 شهور، هذيك هي النتيجه النهائيه اللي كتبقى فيها سيده. فوالا.